السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده في سؤال دايما كنت بسأله وما زلت بتسأل فيه، هل الكيتو بيسبب دهون الكبد؟ انا حابه اجاوب على السؤال ده، بس بعد يعني قرايات كتير قوي وبحث كتير قوي فعلا، عشان كنت مش عايزه ارد بصراحه غير وانا يعني متاكده من المعلومه. دلوقتي انا بعد يعني ما دورت كتير لقيت فعلا الإجابة على السؤال ده، عشان ناس كتير بس تكون مطمنة وهي في دايت الكيتو من اللي هم بيعانوا من دهون الكبد. دهون الكبد بتيجي من تناول الكثير من الكربوهيدرات والسكريات، دول بيسببوا أصلا دهون الكبد. يعني احنا في الحياة العادية من كتر ما أنا بتناول الكربوهيدرات والسكريات بيسبب لي دهون الكبد بتاعتي. طب احنا في الكيتو اصلا المفروض ان احنا موقفين الكربوهيدرات باقل نسبه والسكريات تقريبا منعينها تماما، مش تقريبا ده فعلا احنا مانعين السكريات خالص. فهل الكيتو بيسبب دهون الكبد ايضا؟ هنشوف. دكتور بيرج استند بكتاب علم وظائف الاعضاء لغايتن، وقال في الجزء ده بالذات ان انخفاض الانسولين بيؤدي الى دهون الكبد، وده غريب لان نقص الانسولين بيؤدي لتحلل او ذوبان الدهون المختزنه، فده بيسبب زيادة في الدهون الثلاثية في الدم مما يؤدي للإصابة بكبد دهني. طيب إذن هل الكيتو يجعل الكبد دهني؟ لا لا، لأن احنا إذا اتبعنا الكيتو بطريقة صحية وصح مش هنلاقي المشكلة دي موجودة عندنا. أولا الدهون اللي احنا بناخدها في دايت الكيتو دهون صحية، مش بتتخزن عندي ولا بتأثر لي على أعضاء جسمي ولا بتدخل مثلا في أماكن وتعمل لي مشاكل صحية، بلس ان انا بحول مسار جسمي من حرق كربوهيدرات وسكريات او جلوكوز في السابق قبل ما ادخل في دايت الكيتو، لكن مع الاختلاف في دايت الكيتو انا حولت مسار جسمي لحرق الدهون المختزنه واستخدام الدهون الصحيه كطاقه لجسمي. هو احنا اللي بيحسسنا بالشبع في دايت الكيتو واللي بيديني طاقه ان انا اقوم بكل مثلا الاعمال او الحاجات اللي انا المفروض اعملها كل يوم من نشاطي اليومي العادي، سواء كنت بشتغل او ربة منزل او ان انا باخد دهون صحيه هي اللي بتمدني بالطاقه. فانا حولت جسمي من مسار حرق كربوهيدرات او سكر لمسار حرق دهون صحيه ودهون مختزنه. فبالتالي انا دايما كنت بقول وما زلت يا جماعة، لما ناخد الدهون الصحية بتاعتي في اي وجبة لازم طبق الخضروات الورقية الكبير يكون جنب الوجبة بتاعتي اساسي في الوجبتين. عشان كده بقول لو اتبعنا الكيتو بطريقة صح وطريقة صحية هنلاقي نفسنا الحمد لله مش بنعمل المشكلة دي او مش بنواجه المشكلة دي ان احنا يكون عندنا كبد دهني. حتى اللي عندهم كبد دهني مع الوقت ان شاء الله الحالة الصحية برضو تتحسن مع المتابعة مع الدكتور، واذا كان في علاج انت بتاخديه برضو تستمري عليه. الخضروات الورقية المفروض ما تقلش عن 7 كوبايات في اليوم، بقسمهم على الوجبتين يعني بمعدل مثلا كل وجبة مثلا اخد مثلا وعاء كبير فيه مثلا معدل 3.5 كوبايات خضروات ورقية. شكلي بقى يعني حطي سل، كزبرة، بقدونس، شبت، جرجير، جزء من الكابوتشي، نص خيارية، نص طماطمية، بس مش كل يوم برضو بحب اكد على النقطة دي بالذات في الخيار والطماطم. اعملي طبق خضروات ورقية كبير مع ربع الفرخة بتاعك او علبة التونة او الكبده اللي هتاكليها او مثلا السمك اللي هتاخديه، نوع البروتين ايا كان نوعه ايه، حتى لو 3 بيضات مثلا هتاكليهم في الوجبه بتاعتك. لازم طبق خضراتك الورقيه ده يكون كافي ووافي ومشبع، وضيفي كمان عليه زيت زيتون، يبقى انت قسمتي دهونك الصحيه ما بين مثلا زبده صحيه مثلا عامله بيها البروتين بتاعك وما بين زيت الزيتون، وحاجه صحيه جدا ومفيد جدا لجسم الانسان، على طبق الخضروات الورقيه بتاعتك. يبقى انت كده استفدتي من دايت الكيتو بانه ظبط لك الصحه العامه. طبعا الخضروات الورقيه دايما انا بقول انها بتحمي الكبد، وده فعلا احنا يعني اللي بيخليني باخد كميه الخضروات الورقيه دي، مش ان انا عايزه بوتاسيوم والمغذيات، ده اساسي، بس اساسي انا بزود كميه الخضروات دي علشان احافظ على نظافه الكبد. ومش بحسب الخضروات الورقيه من نسبه الكرب، يعني انا بتناول الخضروات الورقيه على قد ما اقدر في اليوم الكيتوني بتاعي، ومش بحسبها من نسبه 5% نسبه الكرب بتاعتي اللي في اليوم، لان ما عنديش كميه معينه في الخضروات الورقيه. لا انا ممكن اخد الكارب بتاعي من طبق الخضروات الورقيه بلس مثلا حاجه تانية معاها، مثلا زي مثلا 1 باذنجانه، 3 كوسات، فيعني ممكن احسب نسبه الكارب بتاعتي من اي حاجه تانية
لكن الخضروات الورقية يفضل ان احنا ما نحسبهاش، لان ممكن ناخد منها الكمية اللي احنا عايزينها ومش هيكون في اي ضرر، لانها بتفيد الكبد بتاعي، بتفيد الجسم بتاعي، فبتحسن من الصحة العملية ومفيدة طبعا على المستوى العام في كل حاجة. يا رب اكون قدرت افيدكم بالنسبة للسؤال ده، وناس كتير تطمن ان حتى لو عندها مشاكل في الكبد دهنية او يعني دهون في الكبد، ان هي تقدر تدخل حمية الكيتو او دايت الكيتو بامان. وإن شاء الله يا رب بإذن الله كلنا يحصل عندنا الوصول للهدف بتاعنا بصحة وبسلامة بإذن الله. شكرا لمتابعتكم، ويا رب أكون فدتكم.